السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المنتخب الكاميروني تلقى ضربتين موجعتين، وهذا اللاعب لاعب مهم جدا وركيزة في المنتخب، يعني تخلط حسابات المدرب وتسبب له مشاكل وما يعرفش واش راح يدير، ممكن يستدعي لاعبين اخرين باش يعوضوا. وما تنساوش في اخر فيديو عندنا صورة اليوم باش تشوفوا اللاعب وتعرفوه وتكتبوا اسمه في التعليق. يلا نبداو الفيديو على بركة الله. في هذا الفيديو باش نتكلموا عن اخبار تخص المنتخب الجزائري، اخبار مفرحة تخليك تتفائل بلاعبين المنتخب الجزائري انهم باش يفرحونا ويشرفونا امام الكاميرون بسبب التألق تاعهم ما شاء الله اليوم، وان شاء الله التأهل للمنتخب الجزائري الى كأس العالم قطر 2022. وايضا باش نتكلموا عن اخبار لاعبين المنتخب الكاميروني اللي تلقى ضربه موجعه في هذا الوقت بالذات، لاعبين مهمين من المنتخب الكاميروني راح يغيبوا على مباراتين مهمتين فاصلتين امام الجزائر والكاميرون المؤهله لكاس العالم قطر 2022. لاعب ميليو، لاعب وسط مهم جدا المنتخب الكاميروني ركيزه، راح يغيب على مباراه الذهاب والعوده، ولاعب مدافع كاميروني مهم جدا راح يغيب على مباراة الذهاب والعودة، يعني ضربة قوية جدا يتلقاها المنتخب الكاميروني في هذا الوقت القصير والحساس بالضبط. اللاعب الاول كاميروني باش نتكلموا عليه هو فرانك زامبو اللي تلقى اصابه وراح يغيب على مباراه الذهاب والعوده ما بين الجزائر والكاميرون، وهذا اللاعب لاعب مهم جدا وركيزه في المنتخب الكاميروني، يعني نقدر نقوله مثلا بالناصر في المنتخب الجزائري. هذا اللاعب مهم جدا، وزنه ثقيل جدا، لاعب يلعب في نابولي، لاعب رائع عنده امكانيات كبيره، يعني كيغيب لاعب مثل هذا عنده وزن كبير في مباراه الجزائر والكاميرون يعني راح يسهل لك المهمة أنت كمنتخب الجزائر كيغيب عليهم ركيزة، وفي نفس الوقت راح يخلط حسابات المدرب سونغ الكاميروني وما راحش يعرف وش راح يدير بالأخص في هذا الوقت القصير والحساس. واللاعب الكاميروني الثاني هو نوحو تولو المدافع الشرس الكاميرون، خطير جدا هذا المدافع، قوي جدا صلب، يغيب عن مباراة الجزائر والكاميرون بسبب الإصابة. هذا اللاعب يلعب في الدور الأمريكي وتلقى إصابة، حاليا المنتخب الكاميروني يتلقى ضربتين موجعتين في وقت حساس وقريب جدا. هذه الإصابات اللي تلقاها اللاعبين تاع المنتخب الكاميروني في هذا الوقت بالضبط يعني تخلط حسابات المدرب وتسبب له مشاكل وما يعرفش واش راح يدير، ممكن يستدعي لاعبين اخرين باش يعوضوا هاد اللاعبين اثنين، يعني قد ما تكثر مشاكل في المنتخب الكاميروني او اصابات كلها ترجع بالفائدة للمنتخب الجزائري، ونتمناو النصر والفوز للمنتخب الجزائري إن شاء الله. وأي أخبار بخصوص إصابات لاعبين المنتخب الكاميروني أو أي شيء إن شاء الله راح نفيدكم بها في القناة. تالي راك تشوف فيها ما تنساش دير لايك وتفعل الجرس ونكملوا نتكلموا على اللاعبين تاع المنتخب الجزائري، أخبار مفرحة ما شاء الله عليهم، تألق بعد تألق. واللاعب الجزائري باش نكلمه الان هو رياض محرز الكابيتان، واللي يخليك تتفائل ويخليك تفرح ويخليك تتمتع كي تشوف رياض محرز. ان شاء الله انا جد متفائل برياض محرز انه امام الكاميرون راح يقدم مباراه كبيره جدا، وان شاء الله راح يفرحنا كما دار في كاس افريقيا 2019. رياض محرز البارحه شارك كبديل وسجل هدف بطريقه جميله جدا ولا اروع، محرز كعادته يبدع ويمتع في تسجيل الاهداف، وحتى كل الدقائق لعبها رياض محرز في مباراة البارحة قدم أداء جيد جدا. وما ننساوش المباريات الأخيرة كلها رياض محرز ما شاء الله عليه متألق فيها، سوى بتسجيل الأهداف أو بالتمريرات الحاسمة أداء عالمي، لاعب كبير إن شاء الله أمام الكاميرون تفرحنا وتشرفنا وتحمرنا وجهنا رياض محرز هكا. واللاعب الجزائري الثاني هو اسماعيل بن ناصر، ما شاء الله عليه قدم مباريات رائعه المباريات الاخيره قبل ما يستدعي جمال بالماضي، تألق كبير جدا، لاعب ايضا يخليك تتفائل بمستواه انه ان شاء الله امام الكاميرون يتألق ويقدم مباراه كبيره، وبالاخص انه لاعب ركيزه في المنتخب الوطني ولاعب مهم، وبالاخص يلعب في وسط الميدان، يعني امام الكاميرون اذا سيطر
سيطرت على وسط الميدان، إن شاء الله الفوز والنصر في المباراة في الذهاب وفي العودة إن شاء الله. إسماعيل بن ناصر يقدم أداء كبير، أداء عالمي، لاعب ما شاء الله عليه، وكذلك في المباراة الأخيرة مع ميلان سجل هدف، وتقريبا في المباريات الأخيرة اللي لعبها مؤخرا مع ميلان دائما يكون هو رجل المباراة بامتياز وتميز. ربي يحفظه إن شاء الله ويقدم لنا أداء كبير أمام الكاميرون. واللاعب الجزائري باش نتكلم عليه الان هو رشيد غزال. هذا اللاعب فرحان جدا لانه جمال بالماضي استدعاه في القائمه ومتفائل به جدا. مباريات الاخيره مع نادي بيشكتاش في الدور التركي متالق، ومباراته الاخيره يا سلام قدم اداء رائع، تمريرتين حاسمتين، لاعب فنان بأتم معنى الكلمة. إن شاء الله جمال بالماضي يعطيه الفرصة في المنتخب الجزائري لأنه يستحق المكانة في المنتخب باش يقدم لنا الإضافة أكثر وأكثر، ولاعبنا نشوفه يقدر يصنع لك الفارق في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. في المنتخب الجزائري للأسف مداش وقته بزاف وما لعبش بزاف، وحتى في مشواره بحكم أنه لعب في أندية عديدة وما كانش عنده استقرار، هذا اللي أثر أيضا على مردود اللعب. زائد ما ننساوش أنه اللاعب هذا عانى كثير من الإصابات. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء. وكالعادة والعوايد عندنا صورة اليوم، هذه صورة البارحة واللاعب عرفتوه، شكرا لكم بزاف. واللاعب تاع اليوم إن شاء الله تعرفوه وتتعرفوا عليه اللي هو هذا اللاعب. يا ترى من هو ومن يكون؟ عرفتوه ولا ما عرفتوش؟ اكتبوا اسمه في التعليق. تحية للجميع، شكرا لكم بزاف على المتابعة وعلى الإصغاء. ما تنساوش تعطونا آراءكم، انتقاداتكم، اقتراحاتكم، مرحبا بكم، داركم، قولوا رأيكم بكل حرية وديمقراطية. كل الحب والاحترام للجميع، وما تنساوش تابوني فلاشان، تفعل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. كل الحب والاحترام للجميع، تحية الجزائر. Thank you.